بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى أما بعد وحن كجر سورة التكوير أو إذا الشمس كورت وحن سوقر قوله تعالى فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون قلت أن بأس ورد مقصودك يوجد ذي كهر ليسه وأن نبي الرسالة ذي النبي النمضى للصو دري لي حقتها كتابك القرآن كان كتاب إلهي إليه هاي وكتابك ربي وسود شيء ينويه إن أنا يبانا هين إن النبي هو علين إن صوحان السحر هين حق وحي ربي سود شيء ويه وحلو جوجل حاري إذا سبحانه وتعالى إنه كل أرتي هبنك يا مالنتا يا حدقها ميرية إيه وريدة يا سعرية فلا أقسم وحان كل أرانية بالخنسي حدقها مرنا الأرك ومرنا قرصومة الجواري حدنا السعودة الكنسي إردعة إبريق قد مركا إنت موقال كهذا ما يستان سيدا قرح دي يدي حدعة والليلي هبين كان كل أرانا يا إذا عسعس مركا وصوق قليا مدو قيسو يمادو يا والصبح وابريق كان كل أرانا يا إذا تنفس مركو يفتيمو إنه القرآن كان إنتاسا كنا أرانا ياي لقول رسول من الصادري هذا الأسوء قد بيه ويه رسول كاسو كريم شرف يقدرين كل الله أكتس ذي قوة حقيا ود بدن له عند ذي العرش الله عرش للا أكتسنا مكين درجة يقدرين له مطاع لنا أطيعه ولا قدم بيه وركي سنة لما قال ثم الكاكورية سماواتك أمين أوه اللود يبي يحلكي جذل إذا أنا آمن كه قال له آمني وما صاحبكم صاحبك محمد نماها بمجنون من وعلى نماها إلى آخر كآياتك إلى سبحانه وتعالى دارته وقود دارنا إياه قيبتك وذو حقود دارنا يا حدقه ما رب بدن بإلهي القرآن كا كدارت حديقها تلمام بدن كجبهي إن شاء الله تعالى قيب كصابسا حديقها يا النجوم تيا كواكبتا يا قرآن كوحة وكيري سورة الطارق بان كجهر لدونا والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب لكن إن شاء الله تعالى إنه قارنه حديقها إلهي وكل دارتي وحالي إذن فلا أقسم وحان كل دارنا يا بالخنس الخنس حالو غتش إذا حديقه مرنوين موقضان مرنوين قرصومان قرصومان هي قرصوميان مرمالي ويو أما هبين ويو إفتين كحوك بدن وكوين با قرين يا إفتين كودي وأما قرحة أما ديحة وداي حابين كمركي والسعودان حدقها ودو افتين كيسا قرية مارنتي حدقها وريقا ينا يغلفتو ودا قرح لإفتين كيدا قريسا صادرت باو تقرح مدو باد آدو بادا مركا ويمادو قاركو الله أركا ياكو ودواوين مروحا قريسا ضرورها قرية مدام أي خلقي آدو فوقيهين هوا وينادان حوجي دوني يفتين كوضو هلا هذا لكن ضيح يقرح ذو أو يفتين ينور بديهن صادر تبع صمد مرك هذا يكتهبين كي حدقة مرنا قرسومية مرنا صوب حية وحوجي الصحابية ضرورة ميت ضيح كاك ذو هذا يكون مارين شو جبه حدقة ها مرنا الله أركيو مرنا قرسومية يا الخنص ليرادة هذا خنصنا ووحي كبدأ مرقر صوما مرنا صوبحا صادرت با
shaydaankii lagu magacaabay lagu tilmaamay tilmaantaas markii aadaan iyo dikri ilaahay yimaada waa gabadaaya waa isqariya markii ay shaymaanku daciifana bannaanku soo dhigaaya waa soo baxaa ooy xaskii webiga ku jiray oo kaleeto marna soo koodinaya marna biyo hoos u galaya min shari alwaswaasi alkhannaas kan dad waswaasinaya alkhannaasi gabanaya weeye oo isqarinaya markii dikriga iyo iimaanku ka hor u kaca waa isqarinaya marka alkhunna saasaa looga jeedaa waayo dadkii lala hadlaya iyo muslimiintu waxay fahmayaan oy garan karaan macnuhu ka dhigan yahay baa lagula hadlayay aljawaari ee socda xidigaha sidaasihi haddana saa ay tahay socda oo wareegaya oo meerayaasha ka mida waqti ku socda waqti ku dhaca iska ilaahay subxaanahu watacaalaa si ugu talagalay ku wareega inta aynu tirsanno ee wasamaai daati lburuuji buruujta la yidhi ee 28 ah 4 xillina min 7 ah qabow iyo xilliga roobkana lagu qiyaaso jihooyinkana lagu kala gartay ka mid yihiin alkunnasi ee dhaca qoraxdu way dhacdaa dayaxu waa dhacaa ee intay dhacaan haddana dib ka soo baxa oo meeraha iyo wareega sidaasoo kale u socda xidigaha waxaa lagu tilmaamay 3 tilmaamood mar way muuqdaan wayna qarsoomaan iyagoo wili korkaaga jooga saasay tahay haddana way socdaan oo ma taagna haddana qoraxdii iyo dayaxa meerayaashay ka mid yihiin oo way dhacaan way soo baxaan intaasaa ilaahay ku dhaartay marar kale uu ilaahay ku dhaartay arrimahooda waxay ahayd suuratu lwaaqica falaa uqsimu bimawaaqici nnujuum wainahu laqasamun low taclamuuna cadiim innahu laqur'aanun kariim qur'aanka daba yillay waxaan ku dhaaranayaa bimawaaqici nnujuum xidiguhu meelaha ay dhacaan ay meeraha kaga aadan yihiin xidigahaad arkaysaay mid walba waqti bay soo baxdaa waqtina way dhacdaa dayaxu bisha bilataay ama 29 ama 30 bay ku dhammaataa 28-ka hore buruujta 28-ka bay midba habeen la baridaa ama la dhalataa 7 xagaaga 7 dayrta 7 guga iyo 7 jiraalka ama qoraxeedka midaa tiraadaba 28-ka habeen markay 28-ka buruujta la barido isma bedesho burjigu waa isbedeli karaa oo mid kaluu noqon karaa laakiin habeen walba mid bay la joogtaa habeenka 29-aad way dubataa soo ma tiraadaan dadyarta magaalada garan maayaan iyo xidigihii baadiyaha 10 dhalad bay noqotaa haddii habeenkii 30-aad bisho dhalatana 10 baa la yidhaahdaa haddii kale 2 habeen bay burji la-aan noqotaa waana buruujta 28-ka ee xilliyada lagu garto haddii kitaab la rogayo macsharu faraga iyo laga rogo wey ta hebel baa burjigiisa la eegayaa soo maydaan maqal ma dabba ma dhagaxba ma biya keebu la fadhiyay hebel ma nuxuusba ma falxadba nimanka kitaabka rogo waxay ka eegaan ama magacyada dadkana loo bixiyo urur soo ma taqaanaa magaca la yidhaahdo 28-ka buruujta mid ka mida waa oo koox ah waa la barakaystaayo habeenku dayaxa la fadhiya ilmihii dhashaa ma calool galaayo wuu tarmaayo urur dhan buu noqdaabay magac urur ka dhiganta waxaa garab socda mid cadaad xayn la yidhaahdo mid yaroo guduudan oo 3 ag joogaan waxaa la yidhaahdaa isagana waa qumay bay dhahaano ilmihii dhashaa ma calool gala weligii xoolihiisu xayntaa yar ma dhaafaan ma maqashee weli godan mid la yidhaahdaa jirto waa xilliga biyo badanta oo fiidkii xoolaha marka la maalayo saca hoostiisa haddaad ka aragto meel godan oo dhan waa laga cararaayo biyaa buuxin doonaa lagu dhihi hadday bishu ku bilata suxul iyo mariikhna abaar baa la filaa dadkii baadiyaha joogay jiray waa intaa ka badan garane xidigaha buruujtihii waqti loogu talagalay falaa uqsimuu bimawaaqici nnujuum waay meel bay leeyihiin waqti bay ku socdaan xisaab bay ku socdaan isma daba maraan dayaxaa 28-ka ay la tirsadaan wainahu laqasamun low taclamuuna cadiim waa dhaar weyn haddii aad garanaysaan oo fahmi kartaan
marka ilaahay subxaanahu wa ta'ala quraankaana loo dhaaranayo inuu sax yahay innahu la qur'aanun kariimun fii kitaabin maknuun mar saddexaad buu ilaahay qur'aanku inuu xaq yahay ugu dhaartay xidiga wannajmi idaa hawa maa dalla saaxibukum wamaa ghawaa wamaa yantiqu can ilhawa in huwa ilaa waxyu yuuxa wannajmi idaa hawa xidigaan ku dhaartay markuu dhaco marka halkanna waxaa la yidhi aljawaari lkunnas iyo mawaaqicdeedii inta ay socotay muuqatay qarsoomaysa dhacayso mawaaqic iyo meelo loogu talagalay bay leedahay marka xidigaha ilaahay wuxuu ugu dhaaranayaa iyaga iyo qur-aanka calaaqa iyo xiriir baa ka dhexeeya xidigahani saddex sababood buu qur-aanku sheegay faa'iido ay dunida u leeyihiin mar waa bilic quruxsan bay samada u yihiin marna shayaadiinta kor intay isfuulaan ay iskoraan samada waxyigii ambiyada loo malaa'igta loo diray xada leh baa lala dhacaya lagu garaacaa marna dadku habeen iyo bad iyo barriba habeenkii jihooyinkay ku kala gartaan way beegsadaan walaqad zayanna samaa addunyaa bimasaabiixa wajacalnaaha rujuuman lishayaaiin samadan adduunka xidigaan ku qurxinay shayaadiintana dhagax baan uga dhignay say dhagax ugu yihiin suuratu saafaat baa lagu faahfaahiyey innaa zayanna samaa addunyaa biziinatin ilkawaakib wa xifdan min kulli shayaani maalid laa yasamacuuna ila lmalaa ilacla wayuqdafuuna min kulli jaanib duxuura walahum cadaabun waasib ila man khatifa alkhatfata fa atbacahu shihaabun thaaqib marka labadaa faa'iida waxaa dheer wahuwa aladii jacala lakum اnujuuma litahtaduu biha fii ظulumaati اlbari wاlbaxr qad fasalna alaayaati liqowmi maxaa ku xiga yaclamuuna mise yu'minuun maqlabtaa yaclamuuna iska hubtaa wahuwa aladii jacala lakum اnujuuma ilaahay baa xidigaha idiin abuuray litahtaduu biha fii ظulumaati اlbari wاlbaxri banaanka dhulka iyo biyahaba marka aada luntaan bidhaanta iyo tilmaamaha samada aad ku garataan jihadeed u socotaa habeenkii markaan iftiin jirin jihad aada u socoto xidigaha lagu gartaa maalintiina qoraxda lagu gartaa halka marka aynu joogno maalintii markay qoraxdu midig kaa qabata gelinka hore waqooyi baad u jeedaa gelinka dambe markay bidix kaa qabatana waqooyi baad u jeedaa gelinka hore haddiise gelinka hore ay bidix kaa qabato koonfur baad u jeedaa soo laguma garto habeenkii qorax ma jirta maxaa lagu gartaa xidigaha waxaa lagu gartaa dhinaceed u jeeda afarta jiha xaggay kaa yihiin kadib waa taqaanaa dhinacaad u socota inaa khaldan tahay iin kale qibladii xaggay kaa jirtaa xidigaha lagu gartaa xidi qutub la yidhaahda iyo labada farqadeenka la yidhaahda ee ka dul wareega ma kala tagaan soo maha xidiga qutubka la yidhahda qiblada lagu garto iyo labada xagg iyo xagga uga wareega ee farqadaanka la yidhahda carabiga ilaahay caabiya carabtu ay hagabayo ka dhigeen wa kullu akhin mufaariquhu akhuuhu licamru abiika ila alfarqadaani qof walba qof kale way kala tagaan bay dhaheen markii farqadaanka laga reebo maba kala hadhaan labadaas qibladii baa lagu gartaa jihada habeenku gelin hor iyo geli dambe kuu yahayna ninkii buruujta safa 28 ay yaqaana xilliga uu ku jirana garanaya markuu arko halkay joogaan xilliga habeenka uu maraya uu gartaa wahuwa aladii jacala lakum اnujuuma litahtaduu biha fii ظulumaati اlbari wاlbaxr suurat اlancaam soomaayin fii suurati اnaxlina waxay ahayd wacalaamaatin wa binnajmi hum yahtaduun xidigahay ku hanuunaaday ku kala gartaan xidiguhu marka haddaba waa hanuunkii xisiga ahaa ayay indhuhu qabanayeen mugdiga habeenkii oo bad iyo barri jooga dhinacii saxnaayad u tukan lahayd ama aada u socoteen aadi lahayd xidiguhu dhinacay kaa jiraan baa ku tusaaleeya oo ku kaalmeeya xidigaha ku tusayaay waa laba qaybood qaybo waaweyn oo aada u muuqda iyo kuwo yaryaroo u fiirsi u baahan bay isugu jiraan aayaadka qur-aankuna waa hidaayadii macnawiga ahayd kuwada calaamadoodu xujanimadoodu aada u caddahay iyo kuwo u fiirsi iyo dhugasho badan u baahanna waa isugu jiraan markii mugdiga jahliga iyo mugdiga dulmiga baadidii iyo dalaalka aad ku jirtana iyagaa waxay yihiin layluhaa ka nahaariha laa yasiiqu canha ila haalik waay
وجه الشبه كده حياة حدقة هي قرآن كله يسوع كأني اللي هو نارنا يي لوجو الحارة يي متكاسا كمدة صدرت هنون كيف وداعن إيمانك شركك يا جهلك كحيران يا شهواتك يا شيطانك كحيراني مقدقي هبينكها يا بهجويدي يا هيركي بدوي قرآن كآيات كي سنة سيدشي هذا أصع عن الله يتكوت صيان سيدا حدقه وي سيدا حدقه كرا يفتين بدايهين بي آيات كنا أكرا معنى عديهين سيدا شبه كده حياة قول حار لو غده وحالا ميدا قول حار لو غده إيادنا والليل هبين كان قرد عرطي إذا عصا مركو صوق غلين مدو قيسو بلاوض يو الصبح مالين تان قرد عرطي إذا تنفس مركو إفتيمي سوعة دادو عس عس هبينكي بحيانا والا ديه كرا سوق رايانا والا ديه كرا لكن سيد ابن كثير يعي رجح يانبا إيلده وقرآن كوبادا يدو كالي مركي هبينكي يمالين تال عرشادو دال يسوكيانو إفتينكي يمدوغ على قدارتا هبينكي بحبه دير لي إرادو يمالين تيلا إفتين تلما إفتينو إسقالي بين نقون إيسا إن هبين كما صوت قالي آن راهنا وعصد مقدق مركو بالله ودوية مركز ونو خطر بدنية إنها أضو إفتين شوغي مركز مقدق صوغش وحوغي مركز شوغ توا اللقب ستا لكن مركو أهو الرئيس دم بين نقطة مقدق هبين كيه مقدق يحديه إفتيمين يرو بادي يبرر شوغي جهلي كيه هوذي يه شركي كيه إفتين كمالين تناسيدي وحلوك على أركاي آيات كي وحي الرسالة دي آيات كي إلهي واي لأن عكرا مركات كي اكتا آيات كي إلهي با حسا وحكوت صيا قرآن كينا معنا بوحكوت صياوي مركا إنو معناها النيران آيات دو عصعصة هبين كي مقدقي سسوق ليا وحي لمن نقن والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى هبين كي مركو الدبولي مقدقي سوي مادو يا مارين تمركا إفتين تير أرار تير تيمادو تاسي اللبضة يسود اللي تيران لمعان النقن وحي لمعان النقن والضحى والليل إذا سجى والضحى برقضي إفتينك مارنت يا والليل هبينك إذا سجى مركو دابوله إيه مقد النقن وحي لمن نقن تان صومر نيو واغطش ليلها وأخرج ضحاها هبينك يدين مقد بوكالي مارنت يدين إفتين بوكالي وحي لمن نقن فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة ما لنتينا افتين ما كدقني هبين كينا مقدع النور لها ما كدقني سيدا آيات كاسي حكمة إلهي هي النعمة ديسية علمي ديسية قدرة ديسة لا يسوبر بردقا إيو إلا وافتشي آياتا إليغان عصعصة لبضبا نقن كرا إن بإقبال الليل وبظلامه لغدقو بأي آيات كان لبضا إسبر بردقا يأيو دوان إيسا وذلك تاسا إبن كثير أي رجح يانبا إيلدو آيات كان الله سعوت إنتو بنا وحي تلماما يان قرآن كو سيدا أسعو كاليتو سيدا مالينتو مقدقا هبينكي دووغتا بو جهلقا إيا شركقا إيا ظلمقا مقدقو دا إيا بعد النمضو دو قرآن كو هنون يفتير إيا جلا قرتو غيه sida badiya bari lagu lumay habeenkii xidigu iftiin loo baxsaday u yihiin iyo hagaayaal xisya bu quraanku waxa baadid iyo jahliga lagu jiro hagaahi macnaheedu haye xaqqa ku tusay u yahay taa iyagoo wadaaga baa waxa la yiri innahu la qawlu rasul karim ramada qaar kamida waqtigan mas'alada faraa uqsimu bil khunasi al jawari al khunasi macna kala nooga baxay bay dhahan macna kale iyagoon diidanaynkii hore ku karo dheeraad ay keenan waxay leen quraanku wuxuu sheegay xaqiiqashan iyo toban labaatankii sano u dambeysay dadka cirka iyo xidigaha iyo meerayaasha daraaseeyay ay gaareen waxay leen falaa uqsimu waxaan ku dhaarayaa bil khunasi kuwa qarsoon xidigaha qarsoon ee la arkin waa xidiga waaweyn meerayaal badanna ku wareegaan sida meesha biyaha wabiga meermeertada ama aragtay hadda meel biyo ku shubto meelna u dureeriso biyo oo dhan soo meermeerta ma noqdaan
kuwa wuxuu dhanba iyagu ku wareegayaan ishuna ay qabanin oo meel madow uun ah baa la ogaaday kuwaasuu ka hadlayaa qur-aanku oo wala taclamunna nabaahu baxd xiiniya sanurihim aayaatina fi laafaaqi iyo baa lagu fasirayaa aljawaari ee socda iyagaana waa socdaan alkunnasi ee xaaqa samada waxaa qashinka ee samada ku daadanaya iyo xidigaha dambaaburadu ka kacayaan iyo waxaa hawada qashinkeeda iyo waxaa ku burburayo dhanna waa meeshaa meertada ahoo qashinkoo dhanna samada iyo hawaday ka nadiifiyaano way soo jiitaan bay dheer markaasay iyagu baabi'iyaan kuwaasaa laga wadaa bay yidhaahdeen inay jiritaankoodu jiraanna waa mas'alo dee qur-aan iyo sharci diidaya ma jiraan ilaahayna inama dhihin khalqiga iyo samada iyo kawaakibtoo dhan waa la wada arkaysaan oo marbaad wada ogaanaysaan laynama dhihin aayaddu iyaga inay ka hadlaysana aada uguma cadda laakiin qolyaa sidaa ku fasiray waa thuquubu sawdaa waxay u bixiyeen meel godan oo madow uun sawir kasta marka la sawiro xidigihii iyo saasuu wax iftiimaya ugu wareegaya wax badan bay liqaysaa iyadana ka wada weyn waxaan oo dhan meesha meertada ee qashinkiinaa liqaysa xidiga badanna liqaysa wax badanna liqaysa iyaduna socota alkhunasi ee socota waxna xaaqaysaa loo jeedaa bay yidhahdeen waa aragti ay isku dayeen ragga ijaazi lcilmiga ka hadlay zakhluli najaar iyo ragga lamidkii iyo ay ka hadlaan aduu taa hore bay de dadkii lala hadlayay fahmi kareen innahu qur-aankani waxaa laga jawaabaya qur-aankii waxay yidhaahdeen waa kaahin faalalo warkii waa nin aftahan oo gabaya ah warkii waa nin waalan warkii waa nin afte waxaasoo kaleetay ku hadaaqeen markaasi waxay yidhaahdeen la yidhi innahu qur-aanka la qowlu rasuulin mid la soo diray oo lala soo diray qowl uu soo gaadhsiiyey weyne maxamed isagaa qowlka iska leh lagama wado erayga rasuul baa tilmaamaya in lala soo diray aayado kalena waa lagu sii qeexo waa lagu sii caddeeyey rasuulkii baa intaa kadib la tilmaamay oo la ammaanay rasuulkiiba waxaa lagu tilmaamay kariimin sharaf iyo maamuus iyo qadarin leh wey dii quwatin xoog badan wey oo hadda nin layska jibriil baa laga hadlayaae mid layska dhayalsan karo oo layska maagi kara maaha waayo markii la yidhi malaa'igta calayha 19 baa nin reer quraysh oo carabu xoog badnaabaa wuxuu yidhi war 8 anaa laabta kula tegi 9 anaa laabta ku qaadan 9 dhabarkaygaan ku qaadane intiina kale hal intaas ugu tagtaan miyaad qabqaban hoydeen buu yidhi balaggiiba wuxuu haystaa wax miskiin oo tabar daran oo isagu intuu kilkishee geliyo wax caburin karo u haystaa dii quwatin awood iyo xoog u saaxiiba cinda dilcarshi allaha carshiga le agtiisana makiilin darajo leh mutaacin laga dambeeyo oo laga maqlo oo la ateeco thamma halkaa kariya mala'un aclaaga lagu ateeco amiinin oo aamina qur-aankan ilaahay inuu soo dejiyey jibriil la soo qaaday oo jibriil uusan qowl agtiisa keliya ka soo fulay ahayn ilaahay fii suurati shucara wuxuu ku yidhi wainahu latanziilu rabbi alcaalamiin nazala bihi alruuxu alamiin calaa qalbika litakuuna min almundiriin bilisaanin carabiyin mubiin wainahu lafii zuburi alawaliin qur-aankani soo dejin rabbi xaggii ka timid wey waxaana la soo degay oo soo qaaday alruuxu alamiin ruuxdii aaminka ahayd amiin intay halkan ahayd waay ujeeddaduna waxay ahayd litakuuna min almundiriin inaad kuwa digaya ka mid noqoto af carabina wey marka haddaba rabbi baa soo dejiyey qowlu rasuulinta waxaa looga jeedaa nazala bihi ruuxu lamiin bay lamid tahay mar kale waxaa la yidhi qul nazalahu ruuxu lqudusi min rabbika bilxaq ruuxu lqudus baa soo dejiyey isagu iskama laha marka waa qowlkii rabbi waa kalaamkii rabbi isagaa loo soo meeriyo loo soo dhiibay
ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. مرك الروح القدس كي طاهر كهاوي كريم انتي يا بكين انتي بلا معنى نقنيا ذي قوة من حوق بدن ويا مركي اللي يرينا في سورة النجم قرآن كمرك الله شاقي جبريل لو كانين الله شاقي وحال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى كي حوق بدنا وعبري لو سوديب شديد القوى وحال لو جتشي جبريل ويا ذي قوة لمرك ذو مرة مد كرامة هي شرفنا له وعي مكين انت هي كريم انت انا معنى هذا آيات ذاك لنا وحسا ويسوي معنى سنطح إنه كان إلا قول رسول رسول قول كيوي كريم أو شرف بذن ذي قوة حوق صاحبة عند ذي العرش الله عرش قال أكتي سنة مكين درجله مطاع لقدم بيو هذا الكيس الله مقر ثم سماوات كي يملأ العلاقة وسيد الملائكة صدر تدب ما رب ذا النبي كان كشر عليه الصلاة والسلام قرآن كان سجارا ما رب ذا الله حسي جبريل نما كنا محمد الله دعا الصلاة مرك مرك دم وحي كجارتي جبريل بن علنا سورة البقرة لكم الشيخ قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك روح القدس يا رسول كلا شيخ أيو يا آيات كان لو الشيخ إلو جبريل هل كان كرت قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك إيو نزل به الروح الأمين على قلبك صلى الله عليه وسلم ماشي ما نزله روح القدس من ربك أنا لقول رسول كريم هذا جبريل ويا حلقة حلقة تنزل الملائكة ليلة القدر جينا وحاله والروح سجارة الله حسين لأنه سيد الملائكة وحكت صي قوله تعالى قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير سورة السبع صومان آيات النبي مركو فسيره إلهي مركو هذا وحجره ملائكته هذا الكيس وما أتكيسان كران ومركاسي ودمير بيلان جبريل بام خلا مركو حتى إذا فزع عن قلوبهم قلب جود مركي مير دبول كي لقف يده قالوا ماذا قال ربكم ربي قال محيجي مركو هاللي جبريل باوشة قالوا الحق وهو العلي الكبير جبريل باوشة غير الساس وربي يري مركي إلهي قفت على هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم استمر مركي الله قفت على هذه الله قرنعه إلهي نادى جبريل أبو يريا إني أحببت فلانا فأحبه بأن إليه إلهي بأت على هذا أم إلهي بأن عاية تعالى وأمنع فينادي في السماء سمر الواقع هبل إلهي بأت على هذا أم إلهي بأن عبا نعب به مركي نعان ثم يوضع له القبول أمنع بأنك لكين ملائكة يا فرين تلفته ذا قرسي إنه جبريل صادرت الله يصطفي من الملائكة رسولا ومن الناس ملائكة الرسول اللي قد دورت وجبريل جبريل كيوي إلا قول رسول رسول قول كيوي كريم أو شرف له قول كنا قول يسوء اللي في ما هنا الله بأسه إيوه وإنه لتنزيل رب العالمين سيدو ملائكة هذا الكيله وقارسينه يو أنبيضنا هذا الكيله أسوء قارسيه سبحانه وتعالى درجتنا وعليه اللي وقدر يمضى وما صاح قرآن كان وحاله قلت المامي انتا صدن ما نن اسلامي مركي دنبا وحو يري نبي محمد با وحان يري بل مانت مكوي او هره كعبدا او انتا دو قبطو وحو اخريه سفع ودغيس اسو يغسو الرئيي وكعبدا اكتدى تكنا يانو يدوي بكاس انا قستاقي سورة الحاق واخريه بل الحاقة ما الحاقة وما ادراك ما الحاق بكان دغيستي
يعني أنا أقول إصلاح الله وأن إريبوا لي والله إن كان الشاعر أفتان حب بدوي وما هو بقول شاعر بأخريم كصحيح القلب يروح كشروه قادي كيف على الوحش الشيخ شغوي وقليلا ما تذكر ولا بقول كاهن وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون كصحيح إريبوا لي وكاهن فعل الله قرب دار بوليه ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون وان يا ويلي اسمك تنزيل من رب العالمين مركز انكو قنع بلنا الاسلام وعجيب وحني وهذا العادي ما ارن عادي ما وما شاء انكو قنع بلنا مالك ان الاسلام ايات كاس كلا لو شيغي مركا هذا اللي افتهنا ما ننفال له قرب دار الوركين ما وربشرنا معها محوية هي نوالا وركينا معها واي وما صاحبكم صاحب كينو محمد أنا ما بمجنون نوالا ما فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن فعل اللومتي ولا مجنون نوالا نعمي لا يكسيي ماذا كنا قنن كهر رسالة دي وحيك كهر وهيكون يقيننا والين أو في عن أنفعل الله بيكون يقينن إلهي مركو كون نعمية النبي كان لقي وماذا نقول انفعل الله يعني والا ما نقنن عقلي عقل باكو قدر مضي وناقي وناق باكو قدر مضي هنون كيمي ذا هاين باكو قدر مضي مانا آذان والا لن فعلنا ماذا برن ما أنت بنعمة ربك بمجنون بوالد أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق موالي هي بير هذين موالي حق وليم لكن من محمد بيقار كو هي سدا ان لو يراد ما نبي يدو دنبر ودي جيره واوالي كذلك ما اتى الذين من قبلهم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون وساحر يا واوالي نبي كستا لو سو دي جيره نينك سو ددك واخ وناغسن ودي شيغانا markii wixii wax lagu dhahan la waayo in maskaxdiisa iyo aqligiisa la tuhmo dadka shaki laga galiyo waa dabiici waa tawaasow bi markaas ilaahay wuxuu tawaasow bi wuxuu soo dardaarmeen ma dardaaran la kala dhaxlay ma jiree waxan waa aadami waa dabciga iyo aqliga iyo fikirka iyo damaci aadama way dood qooq iyo kibir iyo xaq la dir markuu galana waa isku weero wax uu isku wax un bayis bixiyaan balhum qawmun taawuna de markaa وما صاحبكم صاحبك معها بمجنون نوالا كذب هل كان لما الرسول بالله شيري رسول البشر كها يا رسول ملكها كان هو سيد البشر كان هو سيد الملائكة رسول كان وحسو قارسيي ما إسأر كانوا ما كل من مسأر يعدهم بمغري شيري نبي عليه السلام لابد مر بضم بوارك النبي وجبريل الله كل ماي لكن انت بضم آدم ويسوع كيسين شري ويسكسون دي شري صحابة ضنا نهدحية تبني خليفة الكلب اللي يرادو بو انت بضم يسوع كيسين شري مررنا سيابة كلو من شري صورة دي وجبريل إلهي كو أبو راي لابد تعرف كو أركي مثال كان الله وشري لابد وبنا صورة النجم بالله وشري nabiguna inuu labada jeer kaliya ku arkay sidii Ilaahay ku abuuray nabiguna waa cadeeyay sallallahu alayhi wasallam wala qad raahu nabigu waa arkay jibriil wala qad raa waa arkay nabigu huuda jibriil baa u noqonaysa bil ufuqi jihada ku arkay dhinaca al mubin wa iftim sa'adays iftinku haga ka yimaada dhinaca bari ta qorax ka soo baxda dhinaca mashriq iyo bari buu ku arkay أرغاسي وامدكي هوري ولذلك سورة النجم اللي وجري مركلة ليلة الإسراء والمعراج كرمك اللي جايي ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى ولا إسراء والمعراج كيوا وأنا مركل لبعض أنا يتحلى قرطي هلك واحد قرطي سورة التكوير باكسو هردكتي سورة النجم تكوير باكو هرديسي مركل ولقد رآه واركي واتين نجمع وكالاتو
علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. بأفق الأعلى وحي الله متهي بالأفق المبين ما الكرنة واتشوغي مركة كرنة إسراء والمعراج كيه. النبي قال الشيخ صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنهما وأرضاهما، جابر بن عبد الله حلق النبي إقرائي كسو الدكتي كدبنا وحي ويراها كالاقو أي يا نبي وحيري مال أنا قو إسكا السعودة سمعت صوتا من السماء إركا نوقان مقلي وانفيري فإذا الملك الذي جاءني في حراء ملك حراء يقول ماذا انتو عم تشوشي اقرأي ديشري جالس على كرسي بين السماء والأرض هل كا إركا نوكو حيث كرسي سقف اليابي سادني الأفق جهو يكو ننبو قرية وين انكسي جهو يكو ننبو قرية لنا عباري وانكو أركي بالأفق المبين ذو تاوي وان حيملي وان أركيكي وان صعرري فقلت زملوني زملوني دثروني إدودوا وحسودك تمرك يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطاهر والرجس فهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر انت حسودك واتل إلى هذا النبي قال نبيع بإقرأ نبي بعلى قد وأرسل بالمدثر مدثرنا الرسول دتك جارسي لي رضا لقد دغاي وا مركا نيران النبي انا وا نينك لو وحيودين جارسي لا دين رسول الله وا ميدك وحيغي جارسي لا دا تفسيركا مركا سينو يدو لو سلاينه يي دهنو بي ابي قرا وارسل بالمدثر مركا قم فانذر دغوي دتك جارسي هلكا النبي وا شيغي مخو تلمان كو شيغي وحيري وحا اركي له 600 جناح لح بقول أو بال يا جرب لها قوم كي لوط مركل اللي لفروجي جبريل بعقول كي هل بال أنتوا هو قال أنت دجلاين بده برجي ذي قوة ده مرك شديد القوة ده مركل النبي عليه الصلاة والسلام وحيتري عائشة رضي الله عنها وارضاها يا وحال ويدي نبى وحيري هدان شو نبي السؤال بان ويدين لها آيات بان تفسير كذا ويدين لها وحيت الآيات ومحيتها ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى آيات كان ويدين لها أقول أنا قفك هو الرئي ويديها بيتر جوابتي أنا أقوايا مع كلام قناة مركب نبي قام ويدي وحو يريب لي إنما هو جبريل لم أره في الصورة التي خلق عليها إلا هاتين المرتين لما ذا تشار من قارك السدي إلهي كأبور رأيته منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض وإن كيسون عرك ينولك إن دون حيث يولن بقريب انت قال سوى قف السغس لغيب يمن شرنا وصلى الله عليه وسلم انت صورناني أيضا ولقد رآه النبي جبريل وأركي رسول كاس وأركي ولقد رآه صاحب كين وأركي رسول كاس بالفوق الجهاد إن عادوا كأركي المبين إعدين يسوي وحيفتي من يسوي إن عبارية جهاد أسو كأركي سو عر يدل بين طول حيث كقري وما هو النبي معها على الغيب غيبك بضنين كل قوتهما بكبك كوكب خيلة معها غيب إلهي أشاري أو أما خير أما شر أو وحي اللي قوسه قارسيه أو مدن يا وحي دان وقشرتي يا وحي اللي بقارسينه يا من إنو قريه أما كغب خير كغب خير ماها هل كان لبا الرموت با ويحن بارسانته كو نبي يا رسولك غيب كينو وحكو غانكرو انتي الله أشاره وغيب كقاركي الله أشاري آيادو ويتلمام إيسا ولا هدان لو بشيغ من كوبا خيره وبت معدل معناها ايضا شيكتينا في سوره الجن بالوسي عديه فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من الرسول الهي غيب كيس وما الظاهر يقفنا ان كاهين رسول ورالي كنقضي هذا الرسول شيء الهي الرالي كنقضي
غيب بدن بعض الله شجع أنت راح يدور وشجع غيبك وحاكم إذا وحصل بواتك كتيرة وحاكم إذا سير الكون كان إلهي وأبو رأي سجع ونوبية وحاكم إذا وحصل صعود الدنيا دع دارا وحاكم إذا آخرة هي قيامة هي حساب هي جنة هي نار تحاكم إذا وحصلنا وغيب وحي جي الرسالة وحن بارسنته أيام تدع دون تنا وكشكيا وحي جي لا يسودك من لبنان وحن بارسنته أيه النبي تمام نصحه دع عدني بدي سوسي تعمته وحي إلهي سو جارسية دتك جارسية ليرينا وصدع عضو لما يسترن وسو جارسي ولذلك في حجة الوداع نبي واقي استعجي يجري قيامة والدين ويندين دونايا محاطنه دون تاني سو قرسي وحن مرخاتي كنهي إن هذا سو قرسي زي مركي بهانا اللهم هل بلغت اللهم فشد إلهي وما قرسي إلهي مرخاتي كهو إن هذا قرتان نبي وحبيدي كما قارن وحكستو خير إذن كتشري ولو وحيودي وإذن شري وحكستو شر إذن أهايو لبصو صعدا هانا وإذن شري ولذلك وذرني واكري نبي وحود انتي iyadoo shimbirka duulaya oo cilmi nooga sheegay sadarta qiyaaman ka soo sheekeen in calaamadaha dhici doona isbeddelka adduunka xaqiiqda kownka oo dhan waa qaybkii loo sheegay inoo sheegay wama huwa nabigu maaha muhammad ala alghayb ghayb ilahi u waxyoodo u sheegay bi dhariir mid kaga baxay la umada ma aha sidii loogu waxyooday buu ugu sheegaa ki quraanka aayadkiisa mugdi ka galana uu faafahayaa inta ilahi ka garansiyo uga waxyooday لتبين للناس ما نزل إليهم بفريا وما هو قرآن كان معها بقول الشيطان الشيطان وركي معها رجيم من حريصة واللقفه قيل الله عنه شيطان الله عنه وألفه قيل وخير قرآن لقفه قيل هذا الكي معها سيدي الله يقول وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون شياطين لمسوا الدكتور مرة هبونا مرة أودان ملائكة وحي قال له سو دي بي آق هذا هي اللوح المحفوظنا وهو اللي قفوا يو يا دويا السماء كدك بالقوي يري أضام ملعونة وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين روى فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم من يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين أنت قرآن كان لغا شيكين يتلمامه إيسا وشيطان مس قولك ماها مركا ليه با وحير لسول حق لي وحالي لي وحوال بوالا يدين شالي شبه والبوالا يدين كتوابي حجو والبوالا يدين كوغوغي واربالا كبنا علي حقا وصعوتان حقا لا يدين وطا قفكا تشتكا وتلمانتي خطرت اللي حشادنا عادو شاكتي تشتكولو كي هينا وحوال بعضو عدايسي شاكيكي كتيرو لن عادو قتشوابتي هدنا ننعى اللي حدي والحقاتو سعوتا صلى الله عليه والحقاتو سعوتا قفكي خلطاني تشتكا عدك اللي حدي سيدي بالله الله حضايا حجو يا براهين يا معجزات يا آيات اللي يدين شاك شبهاء يا وحوال بنا اللي يدين قتشواب فأين حقابا تذهبون او سعوتاوي ورواد لنسنتي هيني حقا تشيدي دين كمتشرو هانونا دين كمتشرو خيرنا دين كمتشرو تشيكي توسنا وكا وحول بالله دين شاقية عقلي جينو حقي آدي حسابة أوفي كرا إيسان حقابة أصعطان الحق وقال الله حان إيسان ورماشا أصعطان سؤال لقويون ما سؤاشا سألا ويديو استفام وإنكارنا للي يابيها وإنه خلديهن دادك الله حقي جني إن هو قرآنكم ماها إلا ذكر وانو يا حسوسين الله يا وحي مهبون لحسوسين أيو للعالمين عالم قرن رسالة النبي محمد آياتنا وحيد حنبار سنتهي اللبا أرثموت من وحيد رسالة النبي محمد إنه عامتا عالم قرن عالم مرك الله فصيرنا وحي الله كسو كيو نمبالي لذا مخلوقاتك معنى هاسي عالم كيه ما رب رنبا قرآن كالله سيقيح وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا قرني عالم كيان إنسقاهين
jinkana waa ka mid oo thaqalaynkii wey oo jinka rasuul inuu yahay maxaad ku garatay wain sarafnaa ilayka nafaran min aljinni yastamicuuna alqur'aana falamaa xadaruuhu qaaluu ansituu waa ka ay qaateen waakay ku dambaysay yaa qowmana ajiibuu daaciya allaahi qul uxiya ilaya annahu istamaca nafaru min aljinn yaa kaloo loo soo diray risaalada nabigu caalamka loo soo diray xayawaanaadka ma loo soo diray dhirta ma loo soo diray caalamku maasi wallaahi haddaan dhahno malaa'igta ma loo soo diray imaam suyuuti risaalo ka qorayo risaalada nabiga wuxuu yidhi risaalo u bixiyey al araa'ik fii bicati nnabiyi ila almalaa'ik masalo doodiyo khilaaf ka jira waaye culammadu caalamka markii la yidhaahda lafdigiisa waxaan allahayn oo dhan baa la yidhaahdaay daliil caalamiinada way soo gelayaan iska dheh laakiin cidda risaaladiisa lagula xisaabtamayo inay raaceen iyo in kale waa insiga iyo jinniga khalqigan kale ee dhulka joogana in badan oo ka marag furtay baa jirtay rasuulku ilaahay inuu yahay oo risaaladiisa qirtay oo dhir leh oo dhagxan leh oo xayawaan naflay aleh baa jirta inuu soo dacwootay baa jirta oo fara badan mucjizaadkii iyo dalaa'il nubuwa meesheedaa looga hadlaay macnaha ay xambaarsan tahay labaadii waa diintani waano iyo xasuusin weeye qasab maaha waana macnaynu horay usoo marnay ilaahay wuxuu yidhi wamaa tas'aluhum calayhi min ajrin in huwa ilaa dikrun lilcaalamiin wakayi min aayatin fi samaawaati waalardi yamuruuna calayha suurat yuusuf fahimiya saasaan filaya aayad kale waxay ahayd wamaa as'alukum calayhi min ajrin in huwa ilaa dikrun lilcaalamiin walaa taclamunna nabaahu bacda xiin in huwa ilaa dikrun lilcaalamiin idoo kaleta waay mar kale nabiga waxaa lagu yidhi waxaad ku dhahdaa liundirakum bihi waman balag idinka iyo ciddii uu gaadhaba tan iyo aakhiru zamaanka inaan ugu digaa layla soo diray oo kitaabkan iyo risaaladan layla soo dhiibay wan yakaadu aladiina kafaruu la yusliquunaka biabsaarihim lamaa samicuu dikra wayaquuluuna innahu lamajnuun wamaa huwa ilaa dikrun lilcaalamiin marka qur'aankani in huwa ilaa dikrun lilcaalamiin meelo badan baa saar loogu sheegay tilmaantisinayta liman buu u yahay waano shaaca doonay oo minkum idinka idin ka mida an yastaqiima inuu toosnaado qofkii doona waayo isagaa ku intifaacaya faman shaaa dakara qofkii doona waa ku waansamayaa qul maa as'alukum calayhi min ajrin ilaa man shaaa an yattakhida ilaa rabbihi sabiila ajri idinma weydiisanayo laakiin waxaan idinka rabo oo keliya qofkii doonaya dariiq rabbiga uu ku raalli geliyo wanaagsan inuu samaysto weeye qofkaan la hadlayo wayaquuluuna in badan baa qur-aanka waxaa lagu celceliyey qofka waansamay innamaa anta mundiru man yakhshaaha baan soo marray qofkaa isagaa ku intifaacaya midda kale liman shaaa waxay ambaarsan tahay qofna laguma qasbayo laa ikraaha fi diini qad tabayana arushdu min alghay cidna kuma qasbayso laakiin waa lagula xisaabtami doonaa hanuunka waxaad u qaadan weydiina waa lagu weydiin doonaa wamaa tashaa'uuna mana dooni kartaan ilaa an yashaa allaahu alla inuu doono rabbulcaalamiina caalamkan rabbigii iska lahaa ah caalamkan rabbi baa iska leh adu inaad wax doontana oo wixii ay dhacaan ay qabsamaanna waxay ku xiran tahay ilaahay abuurkii adduunyada uu abuuray maqaadiirtii uu la doonay inay ku socoto inay waafaqadabay ku xiran tahay macnaha aayadda ay xambaarsan tahay wixii ilaahay adduunyadan uu doonay ee raba keliya ka dhaca qur-aanku meelo badan baa lagu tilmaamay mar ilaahay wuxuu leeyahay waxasharnaa calayhim kula shayin qubula maa kaanuu liyu'minuu ilaa an yashaa allaah walaakina akharahum yajhaluun badankood ma garanayaan maa kaanuu liyu'minuu ma rumeeyaan maynan rumeeyeen ilaa an yashaa allah ilaahay inuu doono maahan wamaa yadkuruuna ilaa an yashaa allah ma waansamayaan ilaahay inuu doono maahane huwa ahlu taqwa wa ahlu lmaqfira suuratu lmudathir mar kale wuxuu yihi wamaa tashaa'uuna ilaa an yashaa allah
إن الله كان عليما حكيما سورة الإنسان سمعي أنت آيات كم آيات كاسة لمتها إلهي مشي هذا الدوني تان كيسا محالة قوضا مرك قاركود لفظك مشي هذا ما هنه لفظك إرادة سوء عرورة أو إسكو معني إسكو وحت الماما يا سوء عرورة وحاكم إذا ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل إليه هدو دون اسمين زيادة غالين لكن إلهي بوحو دون سمية مشي أذي إرادة ذي إسكو مدبع لغا مرنا إرادة ذي أو معنى كالا له بالله ينوشه يريد الله بكم اليسرى ولا يريد بكم العسرة وليس ذي لما الدوني هذا نقول ليس كودعا ما هي تهي معنى هذا أريقا مشيئة هي إرادة معناها إرادة ذا كجو دوين مشيئة ذو إرادة ذا اللي بقى يبوضا يتهي مد كمدا با إرادة اللي إرادة مشيئة اللي إرادة ومشيئة ذو وحي الله متهي إرادة ذا كونك إيا قدرك إلهي وغطلق لي إنه صعب صعود صدح على مدود بوليه مرك مر والبودعة سدو أوتا إرادة كونية أما مشي أدي سعد هذا لما قسم ما إله نرجع له رالي كي رالي لكي قسم ما ونكن نقوم كرا وحسر رالي كاهين وين نقوم كرا أو كم حنا إرادة دي سيا دونستي سوحة الرب عربه إنه رالي كي هو تعليه كم حنا تاسي يدنا كم حرنا مدى صد هذا إرادة هي إرادة دي مشي هذا هي إرادة دي جود قال يا مسلم بوا أسميه ولله المثل الأعلى لكن مثل كأد فهمي كرت وحوي هذه اللف تاضو بشر ضعيفة وحكس تقعد ربط ما تعرف ما كده هو بعده يدو خرارنا على قيس هذا ربطان كم كل غد قالتان كان ربيتان كاغا ماكو غشي ها هذا صحيح لكن ما تعشى هذا مره ربيتان كي تعال كو اكل الله الهي ولا يرضى لعباده الكفر رالو كما ناخذ يضل من يشاء ويهدي من يشاء لك قلبي مشيئه هي كودونيتان كونيه الهي واجعل يهي رالو كي هي كما دغنا كوا قال لماذا دورتي؟ قال لماذا هذه حجتك إلهي ديدي؟ سداسو إلهي دوني إني أحاذا لكن رالعو قماها صدرتين بكل حسابتان من نوحان لإرادة دونيتان كالشرعي ها وحو إنك دوني وإرادة الشرعية لإرادة وحي الله متهي تعايل كيسة يرالي عنشيس قسم ماها مروال بيني اللعظة إني اللعظة إني اللعوة إني أكرتها لماذا بواك سورة قل مدى لبعضنا إلهي خذيه سنة لازم معه خذيه سنة لازم تأيي تعيل كيس مروا بين العصا قصم معه وحي الله متى والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات إلهي وحودون إياه إنه إن كتوا وضاقبره لكن إذنكم قصبي إذنكم قصبي مركا هل كان لراهنوه تنهرنا وحوي ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا هذو دوروك وذا قصب لها مسألة القدر بين لقى شيء سوى معرفتان مسألة القدر مركا أن وحير كان راهن هل كان مركا لتشوق مقدي بير نقطة لكن لما قد يوضا ما سيدح قد يوضا قدرك كصاب سنة كو قوة قبية عشر كمان كو إنا كنت يقول إرادة قدرك الله ما أخري أن الله ما بار صبت وقدرك وسر الله في كونه كوك إلهي سرت وققري يدد كوني وحي إلهي كاقري حتى دايدنا دايد قالي بيسك ودو وريري حلقون بتالا قرحنا هذا الآن فيرس
barash iyo aqoon baa kaaga korodha, mise madax xanuun iyo diraan daran baa kaa gaadhay. Qoraxdoo tan aa makhluuqa cilmigii ilaahay qariyey innagana yidhi wamaa uutiitu min alcilmi ilaa qaliila. Haddaad tiraahda caqli baan ku baadhiyoon ogaani, indha qorax aada u fiiri si aad u sii aragta lafteeda la yidhi oo kale kugu noqon. Mid labaad oo khutuuro aana qadarku u leeyahay, qadarku laguma qiimeeyey qadarka ilaahay falka aadamaha iyo falka rabbi laysma barbar dhigo. Wax kastoo aadamaha ku fiican ama ku xun rabbi laguma miisaamo. Wax kastoo aadamaha cadaalad iyo cadaalad daraa laguma miisaamo. Haddaad qaab kaa gasho wax dhinacaa tiraahdaba kufri ay ku gaadhsiin. Masalada masale sahlan maa, saa darteed midho berde duuduub baa loo liqaawaya baabulqadar. Haddii aad tiraahdo waan kala bujini, waxbaa dhaqdhaqaaqaya, intana tuur saad u leedahay baad eber eber gaadhi, tanna iimaankaagii eber eber baa tegi. Dad badan oo culumo iyo cuqaal iyo adkiye iyo caqli badnaa baa ku wada lumay baabulqadar, intay sii galeen. Aad ilaahi laa yusalu camaa yafcalu wahum yusaluunaba. Ilaahay wuxuu sameeyey lama weydiiyo, lalama xisaabtami karo. Caqli iyo garaad aadamiya miisaankiina wax laguma saari karo. Hal tusaale aan siiyo marka. Markaad idin leeyahay haddaad sii dhex gashaan kuwareer iyo iimaan la'aan inay ku dhexshiisaa laga yaabaa, waxaa laga yaabaa inaad tiraadaan wadaadku waa ka badbadinayaa. Hal tusaale mid walba haabaa dhihi doontaa, su-aashaad isweydiisana meel adag bay kula geli doontaa. Su-aal idinka daaya, ilaahay aadam iyo ibliis ma abuuray labadaba? Taacadiisana labadaba ma amray? Aadam markuu aqbalay taacadiisii, ibliis ma diiday? Labadaba dhulka ma u soo dejiyey? Ibliis aadan ma ku salliday? Intaba soo ilaahay ma sameyn? Okay. Awood uusan aadan iyo malaa'igta siyadanaha siinin iyo rususha oo qalbiga in la galo, dhiigga la raaco, la waswaasiyo oo qalbiga la dhex yaaca, awood aan ambiyada iyo rusushii khayrka wadeen la siinin shaydaankii ma la siiyey? Ilaahay soo kama reebi karin? Uu ka reebi karay soo ma? Halkaa haddaba dib u soo yar noqo. Aadamaha haddaad barbar dhigto, ilaahay aadan waa addoonkiisii, dhulku u soo dejiyey, ibliisoo dhaartay oo og yahay inuu baadiyeynayo, soo markaaba ma dili karin oo nafta kama qaadi karin oo kama qaban karin, soo kuma sii daynin. Addoommadaadii iyo shaqaalahaagii mid fasaadinaya ood qaban karta haddaad kusii dhexdayso, caqligii miisaanka aadamuhu ma sax baa mise waa khalad? Tiraahi waa khalad ma dhihi kartaa? Waa khalad haddaad tiraahda waa kufri wey. Haddaad tiraahda ilaahay ma qaban karin ibliisna, kufri kale waay soo ma? Okay. Qalbiga bini aadamka galgalaangalku ibliis u siiyey ilaahay ma siinin haddaad dhahdana? Kama qaban karin haddaad dhahdana? Ambiyadii rususha ma siin karin haddaad dhahdana? Wuu siiyey haddaad dhahdana? Meesha meertada ma aragteen? Intaa ka badan idinku sii wadi maayo. Laakiin waxaan rabaa inaad ila qaagarataan mile berde duuduu baa loo liqaa. Baabulqadar waa sirullaahi fi lkowni waay. Walilaahi almathalu lacalaa. Shirkadahan badeecadaha la jecel yahay sameeya, sir ay qariyaan baa jirto muddo la baadhayo lala yahay soo ma? Soo ma jirto? Way qarsadaan oo maadadan iyo dhadhankeedii iyo wax sameeya. Haddiiba basharkii intay wax qarsadeen la gaari laayahay, rabbulcizza cilmigii uu aadamaha ka qariyey waan gaari. Haddaad tiraahdo wareer maho, haddaan waan gaari tiraahda midhihii berdaha saad u fagayso ilaahay cadaalad ma samaynin iyo halkaa iimaan la'aantay kula geli. Marka waxaan rabaa inaan idin idhaahdo waa digniinta qodobkii haabaan ka hadlayaa weli. Midhaha berda duuduu baa loo liqaa. Baabulqadar
aadna ha u qodqodina aadna ha u akhriina qorax makhluuqood aada u fiiris sayna aqoon iyo indhafiiqni kama qaadin midho bardoon la faarfaarayna wax la cuna kama soo hadho iimaankaagu saasoo kaloo kugu noqon joog intaa kadib cabsiinta yaan idinkaga tegine masalatu lmashiica iyo doonitaanka rabbi wuxuu rabo unbaa dhici cid qasbanna ma jirto warkaa si fiican u dhegaysta ilaahay mashiica iyo khiyaar laa ikraaha fi diini cid la qasbayo oo wax lagu qasbayo ma jiro saa darteed khiyaarkaagoo kaamil aad ku samaysay waana lagugula xisaabtan haddana sidaasoo ilaahay u qadaray si aan ahayn ma samaynaysidoo ma dhacay ma dhacayso saa sukii qabadsiiyo uma baahna aan sukin qabadsiiyo wixii ilaahay doonay ee qadaray waxaan ahayn ma samayn kartid kumana qasbanid mas'aladu masalatu lcilmi waay ilaahay aadamahan isagoon abuurin iyo intuu abuuri doono sii oga inta ay noolaan doonaan buu sii oga inta wax soo mari doonoo dhan buu sii oga inta ay fikiri doonaan dhan buu sii oga waxay go'aansan doonaan oo dhan buu sii oga wixii uu doonayna waxbuu ka bedelay wixii kalena sidiisu u daayey wuuna qoro shaabad buu ku dhuftay markii wax kuu yimaado inuu ku iman doono ilaahay waa sii ogaa waa sii qoray inaad gedgedin doontood fikiri doonto iyo inta sekan iyo time ay kugu qaadanaysa wuu sii ogaa go-aankaad gaari doontana waa sii ogaa markuu qoray waxaan wax isbedeli kara haddii la yidhaahdo alla saac inaad go-aansan doonto ma ogeen tusaale aad ii soo dhaweeya qof xanuunsan baa dakhtar u geysay dhakhtarkii wuu baaray wuu qiimeeyey wuxuu yidhi intaasoo saacadood buu noolaan karaa intaas saacadood kadib waktigaas wuu dhimanayaa dhakhtar ninkii baa waktigii ku dhintay ma dhakhtarkaa dilay maxay tilmaamaysaa dhakhtarkani inuu qiimeyn iyo aqoon fiican sameeyo soo ma hadduu qofku waktigii dhaafo maxaad dihi waxa ma yaqaano hadduu wax yaqaano subax u sheegay u dhici lahaayeen soo ma haddaad rumaysanta ilaahay wax walba waa yaqaanaa soo siduu sheegay inay u dhacdo maaha maxaa isbedeli kara aqoon la-aan hadday timaado maxaadna rumaysay ilaahay wax walba wuu ogyahay si ogyahay wuu suu yahay un ogyahay tusaale labaad injineer baa guriga yimid wuu qiimeeyey intaasuu dhisnaan karaa buu yidhi waktigaa marka la gaaro ma dhisnaan karo waktigii buu ku dumay injineerka maa dumiyey guriga maxay tilmaantay dumitaanka waktiga ku dumay aqoon iyo cilmi bay tilmaantay soo maa inuu ku dumi waayena maxay tilmaamaysaa masaladu masalatu qasab iyo khiyaar ma aha masaladu masalatu lcilmi waay ilaahay markuu sii ogaa cilmiga wax walba inuu ogyahay aana isku raacsannahay ilaahay wax walba waa ogyahay waxna kama qarsoomo wax walbana suu yahay wuu ogyahay siduu noqon doonuu usii qaray cilmigiisii taamka ahaana sidii bay u dhicin tusaale saddexaad aan kugu dhammaystiro waad ii timid hebel baan qaaraan u doonan baad tiri war hebel qaaraan ka heli maysidee yuusan lafaha ku soo caayin baan ku yiri may waa tijaabin baa tiri uu ku soo caayay maanaa ku qasbay inuu ku caayo mise inaan aqaan maxaad dhihi markaas alla muxuu yaqiinay baad dhihi ninka masaladii xaggeed u celisay aqoon iyo cilmi baad u celisay laakiin hadduu ku soo siiyo maxaad u celini inaanan aqoon iyo jahli baad u celin haddaba fii xaqi illaahi qad axaata bikulli shayin cilman hadduu yahay oo wax walba uu ogaa uu sii qoray adoon qasbanayn baa suu ogaayee usii qoray bay u dhici walilaahi almathalu lacla intaa haddaba yar fududaataan u malaynayaayo waa isla soo qabsanay mas'aladu masalatu lcilmi waaye marka saa darteed mixwarka lafdhabarta baabu lqadar cilmu llaahi ee wax walba koobay wey wa ana allaha qad axaata bikulli shayin caliimun waa wax kastuu ilaahay ogyahay siduu ogaa unbayna u dhici cilmigu hadduu taam yahay macluumka la ogaaday sidii ma daba maro intaa suuradaa ka badan ha sii gelinoo midho barde ha isku sii faagfaagin baabu lqadar wamaa tashaa-uuna ma doontaan
إلا أن يشاء الله إله إنه دون ما هنه رب العالمين عالم كان ربي إسكالها هل كاسان كدرينا بالريهم في حبين دمي في طار سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.